يقوم المختبر يوميا بمراقبة جودة المياه الموزعة داخل نفوذ الوكالة بإنجاز التحاليل الحسية البكتيرية والفيزيوكيماوية، وذلك طبقا للمعايير الوطنية المعمول بها. يتم وضع برنامج شهري للمراقبة يتضمن أخذ عينات يوميا على مستوى مجموع دورة التوزيع، وأخص بالذكر نقط تجويد الماء الشروب المكتب الوطني للماء، خزانات الوكالة وشبكات التوزيع من داخل المدارس، المقاهي، السقايات العمومية والأطراف النهائية للشبكة. نتائج التحاليل المحصل عليها معلومات كافية حول جودة الماء ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها وطنياً.